أهلا وسهلا بكم أحبتي. كما وعدتكم الحديث اليوم عن الأنوثة العراقية والخطر الذي تتعرض له من خلال ظاهرة حنان الفتلاوي، أسميها ظاهرة بقصد. أنا عندما أتكلم عن الأنوثة العراقية يعني أتكلم عن صورة من صور الوطن الجميل، هذا الوطن اللي قلت احنا شايلين خمرة بداخلنا مثل ام الوليد، انحاميه مو اليوم ولا البارحة من سنين، بس الان زادت. لذلك الانظمة الشمولية علمانية كانت ام اسلامية تستهدف الانوثة بالدرجة الاولى، لانه هاي متروق لهم، لأنه الأنوثة طغيان الأنوثة في مجتمع، يعني مجتمع يكون محب متسامح، مجتمع رقيق، وهذول يبحثون عن الخشونة، يردون نصيحة شيات. لذلك النظام السابق ما قصر، منظمات الفتوة والطلائع والاتحاد الوطني واتحاد النساء إلى آخره، واليوم الأحزاب الإسلامية دشوهم ما شاء الله شلون دي يطلعوا لكم إسلاميات وشلون دي يطلعوا لكم سياسيات وش دي يسوون. هذه الصورة الحقيقة مهمتنا إحنا، لأن الوطن إلى تعريف، هو الأرض والشعب بالجغرافيا، بكتب التربية الوطنية، بالكتب السياسية، التعريفات السياسية والهذه الأكاديمية ما لنا علاقة بها. الوطن أيضا إلى صور، وهي هم تميز وطن عن وطن بدليل التعريف عام، كل الأوطان أوطان، لكن ليش وطن يختلف عن وطن؟ بالصورة التي تساهم، العناصر اللي ترسم هاي الصورة بداخل المجتمع، وقد تكون صورة نمطية توصل للبرة. المرأة العراقية، الأنوثة العراقية مميزة مو بس عند العراقي، لا يعرفها البرة، لقطها نزار قباني وقلت لكم مرة، قتل روحه يلا حصل بلقيس، وهو شاعر الهنوث أخوه، منين هو سوري ولبنان يمه، وعيب يقولون الرقل ليش قتل روحه، أكو شيء مهم هنا. شلون هي شنو الأنوثة كتعريف يعني عام؟ تعرفون هي الناس البشرية ذكر وأنثى، حتى الحيوانات حتى كذا، مو هذا المقصود، أكو شغلة تصير قيمة وحضور، فلذلك يسمونها womanhood بالإنجليزي ومانهود، أنوثة ورجولة، هذني بيناتهن حد فاصل، كل واحد يميل نحو الحد الثاني يفقد الشيء الكثير. الرجل إذا مال نحو الأنوثة يمكن حتى يحتقر اجتماعيا، يعني يسموه مخنث. المرأة تسترجل، فلذلك لما نقول هاي المرأة فقدت أنوثتها لا يعني أنها مو شريفة، ولا يعني أنها مو حلوة، ولا يعني أنها أي شيء آخر. كذلك إذا قلنا عليها أنثى مو نقصد حلوة ومو نقصد شريفة، لا. أعطيكم مثال صغير، أنتم يا العراقيين إحنا نفسنا عرفناها بشكل عفوي فطري، إحنا معشر الرجال الله يكرم صخابين مصيح شيء نخبص الدنيا من نقعد، مو بس صوت هوزه. فأني أتذكر منظر واحد، كنا نقعد بالكلية، من نقعد هاي صاحة الفرسان طبطعونها، جيبوا هذا سكان شاي، صوت من نشرب شاي، قولوا هوسة. تجينا وحدة، والله أذكرها وأذكر طولها وأذكر عطرها وأذكر تسريحتها وأذكر مشيتها، يتغزل بها أبو الدارمي يقول من تمشي جنها اثنين على الرشاقة، جاسمها الحزام مثل اللي يعد ليارات يا نقل الاجدام. انت من تحسب دنانير هيك تحسب، لكن لو صير الليارات يما تتاكد هاي وحده دي كل ليره كومه، فيقصد الثقل. هاي من كانت تجي احنا راسا نقعد مؤدبين، كنا معلم وطبع علينا للصف، شلون قبل الصف نخبص الدنيا، من يطب عبالك مي بارد نار ونزل عليها، واحد يندس الله شيل هاي قدامك، امسح هاي، مدري شنو، نتلوق احيانا، نبدا نتلوق. هذا الحضور الانثوي. عندما اقول انه حنان الفتلاوي
مثال لتعرض لهذا، لأنه الإمرأة اختارت طريق الاسترجال. يعني هم ربحها واللي شجعوها يقول لك بألف رجال. أضرب لكم مثال. طبعا هي المشكلة شنو اللي يأثر على الأنوثة بصراحة؟ الهمجية. فأنتم تشوفون هسه، خلنا اختار لكم مثل من الهمج، كاظم الصيادي، شايفين هسه رجال خماني هو، وهذا العوادي، عواد العوادي، هذا ما يستحي. انت قاعد هسه ما عليك بها حنان غير حنان، انت قاعد بمؤسسة مو شنو تعيب تسمع كلام الدردم همجية. وقعدوها محاكم الزعم اللي يعودوا شوية هيك وسط، وطبعا هسه هم هو نفس الشيء، ايش لقيت بضل شلون يقعدون وشلون زين، وطبوا بيهم حنان الفتلاوي يهدؤون هيك لو طيحت رقاعة. هاي مشكلة، هذه المشكلة اللي جاي اتحدث عنها. احنا يريد يعرف معنى الأنوثة العراقية أحيله إلى أغاني أبو سرحان اللي لحنها كوكب حمزة، مهضومة شدات الورد، أمشي وأقول وصلت، ولا لا يا لا 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 يا يما، لا لا يا برد الصبوح ما تحمل جفوفي، صغيرة يا وتشواني العشي وتوسد زلوفي، هامو وجحيل الوقت ما لمني نفنوفي. نفنوف العراقية، تنورة العراقية. اكو اغنية هندية لوحدة هندية، السودن السودن يعني من الجمال، طلعوها كتبوا عليها بالانجليزي From Baghdad to Delhi، تقول تنورتي صارت خبر عاجل على الفضائيات من بغداد الى دلهي. ليش اختارت بغداد؟ تعرفون يجاوبكم؟ جاوبكم بناتنا العراقيات الان من فتحن كنتورمهن مال زمن الجمال، تقول شنو كانت ملابس امي؟ شنو كانت تنورتها؟ شنو هاي؟ باوع على صورهن، شنو ذني؟ شلون كانن بالكليات؟ عندما لم تكن هناك همجيه، كانت هناك بغداد تحضر، كان هناك عراق. هاي صوت العراق احنا اللي عندنا، ما علينا بيهم. اغانينا طرفنا، هذا بسرحان بعد وبعد بعد. اخش كثر هم القلب شو هالهلن بهداي، مؤشل على جفوني كحل هذا سواد الماي. الله خلن لي ابنيات فوق الزلف معشات، والروح ما تحمل تقول ترفع، هي ترفع هاي الترافع. هذه ما جاء أتكلم عنها بعاطفة، هاي أتكلم عنها وليش اختاريت حنان الفتلاوي وقل الظاهرة. راح أفاجئكم، حنان الفتلاوي لم تكن هكذا أبدا أبدا. وأنا من مقدمي البرامج بال 2005 و6 كانت ضيفة شبه دائمة عندي، وكانت أختي، وتقول لي أخويا بكل معنى الأخوة وباعتزاز أعتز بها بصراحة. المهم ما ردحش كل الأمور، وهي ساعة للقائي مع المالكي، هم هاي للحقيقة. أخت كريمة وعزيزة، من رحت هناك خلوني وين مقر إقامتي، وين بهاي دار الاستراحة مع الجلال الطالباني. وطبعا هناك شفت الهمجية داخل مجلس الوزراء وربعة وبقاطع وشرهانها ومدريها، ما أعرفهم. المسابح متروسة نعل سفنج وجقاير وصاخة ومن يلبسون طالعة بطنهم مقرف. أنا كنت هناك، زارتني زيارة أخوية هي وأخوها، أتذكر كان أخوها اسمه علي. يا سلام على الخجل اللي بوجهه وبعيونه، هو ولد وهي والله شلعت قلبي، اخلي هيك ايدي على اذني الله اسمعها، هدوء تام، انثى بمعنى الكلمه. انا مسؤول عن كلامي، ما كان عندها هذا الجانب، وكنت فعلا اعتز بانها اختي، هاي حقيقه. هذه توها هي تريد تستلم منصبها يم المالكي، كان على الدباغ قاعد جوا طبعا لابس مداش، هي كلها لابسه مداش، وحتى حكيت وياها بيها قلت لها شنو. المهم، ما الذي قلب حنان الفتلاوي؟ دخت انا بدي احدثكم، ودخت انا لازم اسال، احنا غير نريد نلقى جواب يعني، وهي هاي قلنا طريقتنا. هل لانها دخلت عالم السياسه
سياسة هيك السود ان الواحد يسويه مص يحكي وتخلي المرأة تنقلب الاسترجال وصيح. شو عم راجعت هسا عفت المجتمع الغربي ده شايف بي سياسياتي هواي خبلا. جيت على مجتمعنا الشرقي واسلامي بنظير بوتو يا سلام الله سياسية وصاحبة قضية وبطلة بالمعنى البطولة وقتلت من أجل قضيتها لكنها من تقعد تحط الأنوثة بالمكان الذي هي فيه. ولا راح تنغثون مريم رجوي مريم رجوي حتى مرة تلبس بدلة عسكرية لكنها من تتكلم ومن تخطب بيها صفاء الأنوثة ورقتها هذا الصوت الهابط. شنو المصيبة دخلت والله لا هي يمي واسألها وهي بعد شي يسألها قبل شي تكتر اسألها سبيل يقدر يسألها عن الفتلة يبتلي على عمرها رايزين تقول لي غصبا عليك وعلى خشمك وعلى الخل فوق وجوزب عليه طرقات تقول لك ما طيناك اختيش مدريني عمي بلوة لا والعباس راح كل شي ماكو زين فاش قلت دخلت زين سياسي سقطت عندي هسه كل ما اجيبهن حتى رحت لندريا غاندي هسه ندريا غاندي حلوة كامرأة حمل مجتمعنا الشرقي تقريبا لا ثقيل زين شو اسوي والله صدفة اول البارحة لا اخفيكم سرا صدفة مدعو عند صديقي ناقد ومخرج سينمائي جميل اكرم الاغا هذا ينتج افلام قصيرة صامتة دقائق ثلاثة واربع دقائق ويكتب ينقد بشكل جميل لانه عنده كتابات في موقع اسمه غربان او الغربان واذا اجده يكلمني عن موضوع جديد عن الاب البدائي والاب غير البدائي وما ادري شلون الموضوع عن داعش ما بعد الحداثه قلت له لك اكرم حلي لي عقده وراح اعطيكم مقاله يجوز اخليكم الرابط ماله واشيلكم لتونسون بي شنو الاب البدائي؟ الاب البدائي هو الاب الهمجي الذي يسمح لك كل شيء تسوي بس تحافظ على الولاء الى سلطته ابو بكر البغدادي خلي كل شيء يسوون داعش سبايا اغتصاب ياخذ جزيه يفلش يهدم بس الولاء حتى لو ما يصلي ما عليه بيه زين شلون اربطها بحنان الفتلاوي؟ حنان الفتلاوي انتقلت راح منها هذا الهدوء بعد ان اشتغلت مع المالكي هل المالكي اب بدائي همجي؟ نعم اسلامي حزب الدعوه اصولي نفس الشيء نفس الشيء شو تريد سووا سووا بس اني لازم ولاءكم الي مطلق لحد وين راحت هاي المليارات خو مو كلها حاطها بجيبها وبناها وما ادري شنو المهم ما اعرف هم بعدين عنب هي اعترفت قالت اخذ كوميشنات بعض الاخوه اعترضوا وهي اعترضت فسرتوه غلط لا شفناه كله 100 مره قالت كنا قبضنا واستلمنا واستفادينا هاي عيب ليش؟ لان هذه معناها شرعها الها الاب البدائي وثانيا لما واحد يقول ناخذ كوميشنات هي كوميشنات كلمه انجليزيه شنو معناها بالعربي عموله شنو معنى عموله بالعراقي دلاليه يعني تقول كنا دلالات ودلالين قرة عينك عيب خواتنا وانثانا العراقية تستهضم من هاي الشغلة وتستنكف منها تمس بانوثتها مو بكرامتها والانوثة عند الانثى الانثى جزء من شخصيتها تنكرين تنكرون نطلع لكم اياها الف مرة ونزلها بالبطيء والله اعدتها خمس مرات هاي ما صايرة ماكو هيجي جرأة ماكو هيجي هذا رجال يقولها اي استرجال مو قلت لكم صارت المشكله جولت صارت العمليه الان اذا كانوا اهلها وتربيتها انتقلت الان عند اب بدائي اخر هذا البدائي اهم شيء حافظ على ولاياته هذا يا ابو ولاياتنا ايش عندك خبر الاولى مشت هي جت على الثانيه من وصلت الثالثه وماتت الله يرحمها انتهت فانقلبوا الزلم الهمج اللي هو جابهم الاب الهمجي انقلبه ولا ما هو شيء اطلع لكم على الشلاح عند احاديث روح شوفوا اني صيح اسامه اسامه وهيك يقمز وجوه مقلوبه ما هو شيء كاظم الصيادي والساعدي وما ادري ياه وذول هن البنان نسوان هو ما اعرف ايش البنان نسوان هو اكثر واحد صارن قوالات حنان وعاليا نصيف ومريم الرئيس طلع صوتهم العراقيه تقول على ابنها تقول له أم الله لا يطيك طلعت حسي شنو هذا الصوت العالي
طبعا هم والرجال هو قلت لكم الهمجية هي ظاهرة عامة، لكن المفروض الأنثى تنقذ منها. لذلك أنا بتكلم عن خايف ليصير سلوك عام. يعني وصلت العملية هسه خلونا شوية بعد أتحدث عنها، هي صورة المرأة العراقية هاي الأنوثة وين تتجسد، مو بس بالجمال، حضور وروح. هنا بنتكلمون عن الومن هود، الأنوثة الطاغية، يجون يقسمون المجتمعات. أحيانا المجتمع يعرف من صورة المرأة البي الوطن الباكستانية الهندية، نعرفها كادحة قشرة مثل صورة أم الهند الفيلم نفسه. لذلك احنا العايشين برا خاصة بريطانيا يشوفون الهنود والباكستانيين كلهم مفتحين سوبر ماركتات. سوبر ماركت من يتحمله؟ قاعدة من الأربع الصبح هلاك، هن اللي يتحملن نسوانهم وبناتهم. زين الإيطالية، أسف شو يحكي بالإنجليزي، إذا إنجليزية زوجها يقول لها جيبي لي ماي، جيبي لي مزة، جيبي لي شنو، تقول لها هي I'm not Italian wife، أنا مو زوجة إيطالية. إذا المشهورة كزوجة رائعة بالطاعة، المرأة العراقية شنو؟ أخت من الطراز الأول، أخت تكبر تشيب، أخوها يصيرون عنده أحفاد، يتزوج، فرقعت الله سودة تحسحك حالي، ما تعاتب الدنيا من تهضمها كلها إلا لا أخوها يقصر وياها. وتتدمر من يشوفها يقصر أو يفضل مرت عليها أكثر من أمه، جيب تحتويه كله، هو مالها أخوها وصورتها عندنا أخت. يعني إحنا من نشوف أي امرأة عراقية مثلا بالوظيفة تقولها أختي، تحس هاي راح يسوي لك المعاملة، لأن هنا الأخت تنقل هم صارت قيمة، صارت براذر هود، صارت قيمة. يعني مو أخ بيولوجي، مو معناه الأخوة بس أخوها، لا، هذا قلبها انترس أخوة، انترس هذا الحنان. يا حنان الفتلاوي تفضلوا، راح أراويكم شغلة واحدة ما ناوي أطلع صور. هذا رجل خل هي ترد عليه، راح زارها شتلتهم بالشارع ما احترمتهم، طب عليها دا يعاتبها يشكو يقولها ساعتي انكتلنا الحر والعطش. فضلوا سمعوا مجلس النواب اللي رفضوا استقبالنا النائبة حنان الفتلاوي، احنا من الساعة 12 ونص عندنا موعد وياها لحد الساعة 2 رفضت تستقبلنا. وبعدين لما طلعنا احنا طبعا من 10 شركات من بغداد ومن الكوت ومن الديوانية ومن الحلة، وبعدين من طبينا قلنا لها تقول وش دعوة، واذا صار لكم ساعتين وشنو يعني انتم ومنو انتم، قابلتنا بكلام. بعدين قلنا لها بصارنا ساعتين منتظرين تقول لنا شفتوني شادة وصلوا أرقص، هذا منطق مال نائبة، احنا يعني اصرينا انه نذكر امانة الناسنا، احنا لا سياسيين حتى نسقطها ولا ولا ولا. وبعدين قالت تفضلوا روحوا، الله محمد يعجبكم يعجبكم ما يعجبكم يلا تفضلوا، يعني طردتنا. هذا حكي هاي العراقية هيك تقول؟ هل قلكم بخطر؟ تشوفون بالفيسبوك شلون قامني يتمنى، شلون قامني يفشرن، شلون قامني يحكي طرقة على سودة. هاي الأخاف عليها. أستاذ جامعي عمره 81 سنة بكربلاء، رايح خطية حل الدم قريبة جدا، رسالة عندي، سحبوا من الدم، تعرفون رجال سحب من الدم، انتبه شاف الدم دا يسيح، الرعب، عمره 81 سنة، يعني معناها تشكى وين جاية، جاية بالمكان الغلط، وصير هاي في المشكلة. باوع منها التفت شاف وحدة لابسة روب أبيض وحجاب محنكة، هم كل ساعة هيك تقول، هم كل ساعة، طبعا هاي ما أعرف ليش كل ساعة. زين وقت الغضب هذا قال لها سيستر، وعلى أساس استال الدم دا ينزفني. قلت له احترم نفسك، أني دكتورة مو سيستر، يمتى تصيرون أوادم؟ يلا عفتوا راحت. هاي حنان أنت السبب، أنتم هاي المجموعة المصيحجية، ما كان عندنا هيك احنا. هاي لكم أخاف عليها. إيش لعب لعبته هذا الأبي البدائي؟ وهي شو لعبت لعبتها؟ كشفوا أكو ناس سذج بالعراق وما أكثرهم، صورة العراق هم ببالهم بدل شلونها، هم همج بصراحة. شلون لعبوا واللعبة قاموا يمثلون؟ إيش مثلوا؟ مثلوا دور، هو أخذ دور الحسين أول مرة بالبداية، من أخذ دور الحسين أخذ على طريقة التشابيه مو على طريقة السينما والمسرح الأصلي.
زين، وهي اخذت دور زينب اربعة انا شوفت احنا تضحياتنا ودمائنا نجم بيتك، شو ولا يوم لبستي اسود ولا يوم تنقبتي ولا يوم خدودش انخرطت ولا حتى الله موت منكم واحد، دمائنا 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 التاجرين. واخذت صوت زينب ذاك من قال الحسين طبعا غشيم غبي هم طلعوا له شويه ذول الشلايتيه اللي وياه يظل بيهم قالوا يا الحسين الحسين ما يصير واحد عدل ويصير حسين، الحسين لازم مو عدل مستجد، لا ذو قيمه الحسين شنو هو سيد شباب الاحياء لو سيد سيد شباب اهل الجنه، هو سيد الاحياء لو سيد الشهداء، طبعا خرط زين وين سيفك وين تضحيتك بابنك، لعبه هاي راحت هي الاخت اخذت دور الزينب. الناس السذج بالتشابيه من كانت تصير التشابيه يصورون هذا صدق الحسين ويصورون هذول اللي يمثلون فعلا جماعه يزيد والشمر شمر، وهذا صاحبي قلت لكم عليه خطيه بالثوره بقطاع 13 بالساحل بين 14 اي وبين 15 وشي هاي في الساحه عندنا كم اربع قطاعات، وحده هاي ما قلت لكم نسوان كتبتها مره كتمتها وراها تفتار وجت على حرمله خطيه صاحبنا خاتل على ظهره لحد الان ظهره مكسور مات ما ادري عدل قضيتهم قضيه النعل على والديك زين، او خذوا له خطيه من تخلص الشعبيه شوف جماعه يزيد يحيرون وين يروحون لو يبوا يقولهم هدوم مع الواحد من ربع الحسين لو يختلون ما ادري وين والدنيا وراهم ركض دق، وهذا اصلا يعني انا واحد منك كنت اعرف من دتدور الحسين شلايت يعني حسب هي هاي مال الفراري تذكرون شنو علاقه يجيبون جهالهم المرضى داعي جدا كن فخري عليه عبالها صدق صار الحسين، فهاي الناس السذج عبالهم زينب لذلك انتخبوها كل اللي انتخبوها الطريقه هاي نفس الطريقه التي بعث بها معاويه الى علي رساله قال له روح له قل له اني اقاتلك ب 100,000 لا يميزون بين الناقه والبعير زين، اللي ينتخبون حنان ينتخبون مالك لا يميزون بين البعير والبايسكل عبالهم صدق يا زينب زينب اخت هاي الاخوه نبعت بالعراقيات سببها زينب، لان احنا الحسين اخذناه عرقناه هو جانب من الحجاز وزينب حجازيه قامت تحكي عراقي حالها حالنا خوه خوه يا الثدي اللي رضعت ويا الخوة من حليب أمي ويا وجه العلم القايز يزيح وينجلي همي ويا جسم اللذب رداء ريحة والدي وعمي هاي الريحة العراقية من تكبر تاخذ اثنين من طفولتها ملاعيبها ورائحة الطفولة، تعرف شنو رائحة الطفولة؟ شم رقبتها من هي صغيرة وشم رقبة ابنك ومن هو صغير تاخذها وياها لذلك تهتم بعطرها وتظل تقول له يا عطر امي يا عطر امي يا عطر الرازق يا ورد الرازق الغافي على قمصاني، حتى اليهوديات هاي يهودية يمكن اطلع لكم المقطع تغني ندهي للولد ندهي اخوي وريحت امي بي وحنان الفتلاوي شباله من الحلة انا درست من الحلة سنتين ودار المعلمات بصفي الويسية كنت بنات الحلة قمة بالرقة وتصعد رقتهن بوقت الحزن يعرفن زينب منو زينب مو بصيح شيئا زينب بن زياد يقولها سجاحة تقول له مال المرأة والسجاحة يشتمها يزيد تقول له تشتمني لأنك ملك ما قالت للدول ما أكو إيش حكي ترى هاي أنتم طلعتوها زينب أم صوت الخافت زينب أم الحنين زينب زينب بطولتها بأخوتها للحسين هاي نعيتكم إياها الحلة تعرفون الحلاويات أنا ما أدري حنان بصراحة ما أعرف أنا عنها بس أشك أنها من المدينة ما أعرف أرجو لا تأخذ عليها بس أنا عندي إحساس لان انا اعرف معاي استاذات وطالبات وصديقاتنا وزميلاتنا حلاويات اعرفهم طبعا تختلف جزئيا من الريف من قضاء من ناحيه ما ادري والله اتذكر بعاشور بليله القاسم خل اهل الحله يقولوا لي لا اللي من عمري المدينه الوحيده اللي تطفى بيها الضوء الكهرباء العامه بقرار رسمي ويطلعن شايلات شموع يضوان بالشارع
وهذا الشموع اللي لا اللي انا مع الدمع والكحل اللي ينزل والعطر الجميل والهدوء. والله العظيم كلهن خواتنا، مستحيل بتلك اللحظه يجيب بال واحد. مرعبات مو مخيفات بالمعنى، بالهيبه. هاي الحله هيك تطلع، العراق كله هيك يطلع. لا تروحون بالاماره، تروحون بالبصره، تروحون بالعاصمية، تروحون بالموصل، تروحون رمادي، تروحون. لذلك عشائرنا تفتخر، ما يقول احنا اخوات فلان وولد فلان، يقول احنا اخوات فلان، اخوات قوشه واخوات سعده واخوات عدله واخوات سعد وش اسمهن ويابا كوما كلهن، يفتخرون بخواتهن. ارجو ان وصلت تحياتي.